السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى اختي نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال يا ربي. اليوم اختي مع فيديو جديد ان شاء الله غنخدم معكم. اليوم اختي الشباكيه ديال رمضان ان شاء الله يا ربي 2023. وعندنا هنا ان شاء الله الاخت ديالي هي اللي غادي ديرها ان شاء الله. وزيدي يا اختي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بك اختي عندي في القناه ديالي. ربي يخليك اختي. المهم نتوما عندي هنايا الشباكيه، عندي كيلو ديال الطحين. عرفتي على الشباكيه عندها؟ المهم غير باش تدوق وصافي. هي بغات الله يعطيها الصحه وصافي. راه كتخدم شباكيه العيادات، عرفتي؟ تبارك الله عليها، شباكيه معلكه كي تبارك الله. وتبعوا باش تشوفوا الطريقه كي كدير ليها. انا راه اليوم جبتها غير بالدرع، ما مسالياش، قلت ليها والو غتجي تصايبي معنا الشباكيه ويشوفوا حتى البنات ان شاء الله. يلا اختي بدا. المهم البنات عندي كيلو ديال الطحين، بغيتو ديروا كيلو وربع كيلو شي شويه هكايا باش على حساب العبار. المهم عندي هنايا كيلو ديال الطحين، عندي معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه راه ديجا بعدا طحنتهم وغربلتهم هنايا. عندي قبيصه ديال الملح هي الاولى كنديرها في اي حاجه كنبغي نديرها. وعندي هنايا واحد القريصه ديال الخميره ديال الدار صافي. المهم كنزيدو هكايا النواشف. عندي كاس ديال الجنجلان، كاس ديال اللوز، سمحوا لي راه اختي راه. المهم هكا كاس ديال الجنجلان، انا صراحه راه كندير القوام كثار من هكايا، كندير دوك كيسان ديال العنبه غير اختي عند هاد الكيسان هكايا كل واحد منين جا. اختي هادشي اللي عندي اش بغيتي. المهم كندير النواشف هكايا، كنبسها مزيان. عندي معلقه ديال القرفه عندي معلقه ديال القرفه وحبه حلاوه والنافع اللي طحنا تما. عندي واحد الكوزه راه حداك الكوزه، انا نطحن غير شي شويه. المهم نسيت بعدا ما قلت لكم مسكه الحره، راني طحنتها مع النافع وحبه الحلاوه. المهم غادي نجمع الخليط ديالي هكايا. هكا باش كتجيكم شباكيه معلكه، كتدخلوها هكا النواشف مع الطحين مزيان باش ما يبقاش داك اللوز والجنجلان. واخا صراحه انا راه كنطحن كلشي، كنغربل كلشي في غربال واحد، لا طحين لا اللوز الجنجلان، باش كيجيني قوام واحد. تفعل هذاك الماء نديرو الكلمة. المهم ما يسمى لي السمعة سامحة اخ، نسيو شوي استجحيت، نسيو شوي تعرف، واخا راني شلحة ولكني راه نص في النص. واخا شلحة ولكني راه ما الهضره عندنا شويه ثقيله في الشمعه. المهم حتى كنشوفوا هكا الطحين ديالنا ما بقاوش فيه الكويرات ديال الجنجلان وديال اللوز. الماء دابا صحباتي غادي نديرو سوائل. عندي كاس ديال الزيت ما بين بلديه وروميه، اش قلت لكم؟ قلت لكم راه الكيسان كل واحد وهاشي كبير هاشي صغير. دابا اختي نعجبك، دابا نشري تاني. عندي هنا كاس ديال المزهر، كاس ديال المزهر رطبت فيه شويه ديال الزعفران الحر. عندي هنا يا ربي كاس ديال الخل.
ما تقدروش الخل باش ما تجيكمش الشباكيه هشيشه. شحال ديال الخل درتي؟ غير ربع كاس. شحال بالمعلقه؟ جوج معالق، ثلاثه المعالقات كاع. عندي هنايا الزبده، الزبده حتى هي كاس العنبه. الزبده حتى هي كاس العنبه. المهم نتوما عبروا ربعه باش تجيكم، انا كندير ربعه صراحه نيشان. هي صراحه الزبده هي اللي كتهشش الشباكيه. ولكن ما درتيش عندي هنايا واحد الخماره صراحه اللي بغى يبيت الشباكيه زعما يعجنها ويصاوبها ويخليها حتى الغدا ما يديرش فيها الخميره، واللي غادي يصاوبها نيت في نهارها يدير فيها الخميره ماشي مشكل. الشباكيه راه كتبغي تدلك مزيان البنات، ورا ما تدلك اليوم انا ديال دابا غادي ندير شويه ديال الماء دافي باش غادي نجمع العجينه ديالي. غير شويه ماشي على حساب ربع كاس. المهم داكشي اللي خدات لكم العجينه، وما تنساوش خليو العجينه قاصحه. عرفتي اليوم راني مشيت للسوق تجيت مهلوكه صافي يدي ما قدرتش نقدرش نحرك حتى في كاع. غير سمحي لنا اختي لينا صافي. حزراتني اختي قالت لك عافاك عافاك اجي اجي ديري لي الشباكيه غير نذوق غير نذوق ونشوف كي كديريها باش نديرها. ولا يني على الشباكيه البنات الله يعطيها الصحه وصافي. صراحه اخر مره درتها عرفتي معلكه عرفتي كي دايره تبارك الله وصافي. واخا نوصف لكم حتى نعيا صراحه راه ما غاديش نعطيك الصحه وانتم البنات ما بغيت نقطع حتى شي لقطه باش تشوفوا وتبعوا. راه صراحه راه النتيجه ديال هاد الشباكيه روعه. نرشوك ساعه ديالنا بشي شويه ديال المغرب باش يتجمع لينا هذا هاد الجناب وهاد الشي اللي كيبقى لينا في الكساط. المهم ردوا البال ما ت العجينه ما ترطبش لكم، راه كيبقى شي خطره وكت يزلق لكم الماء بحال هكا. واخا كاين اللي كيدير فيها صفر ديال البيض، كاين اللي كيدير فيها، ولكن صراحه انا ما كنديرش فيها الصفر ديال البيض. كيدير ليا كشكوشه في الزيت هكا كنبغيش. وانا المره اللي فاتت قلت لي ديري فيها الصفر ديال البيض. لا ما قلت ليكش. ما كيبغوش شخص يقولوا الاسرار ديالهم، ولا اني اليوم حصلتها. لا علاش اختي على الراس والعين نصاوب اختي و... الله يخليك ليا خصنا نصاوب المشاهدين ونصاوب كاع الناس اللي عزاز عليا والناس اللي
المهم ها هي شباكيتنا الصحه. ها انتما البنات راها قاصحه، ماشي تقولوا زعما ها غادي تعذبنا في تدلك. المهم باش تجي نتيجه زوينه دابا غادي نقطعها باش نديرها في البلاستيكات. كل كره بحال هكا غادي ندلكها مزيان باش تجمع ليا، خليها ترتاح واحد شويه وانتوما معايا. المهم نقطعوها البنات ونوجدوا الماكينه ونوجدوا كلشي ونرجعوا معكم البنات. احنا رجعنا معكم، انا طلقت هنايا العجينه خليتها ترتاحت، طلقتها وديتها بحال هذا الشكل وانا غادي نكمل الخدمه ديالي. كنطلقها ونربطها باش باش كتجي مزيانه في الخدمه. هاتي البنات ريحه ما الزهر ما نعاود لكمش. لا راه مقومه تبارك الله. البنات غير زعفران شعره زعفران هذا حلاتي إيمان سير بحالك. خلي البنات شويه راه تعرف تنفر. المهم انا صوبتها هكايا كاملة وغادي نخليها تلقى واحد شوية وغادي نرجع بالاولى اللي صوبت كاع باش غادي نطلقها معاكم. المهم هانتوما نخليوها ترتاح واحد غير خمسة دقائق ما تشد خاطرها وصافي. دابا غادي نرجع للعجينة الأولى اللي طلقت معاكم، هي باش غادي نبدا إن شاء الله. واش كنبان ولا لا؟ بغيتي تباني ولا زعما يديدات اللي كيخدمو؟ لا اختي ما كتبانيش، عخدمي ها يدك اللي كيبانو. يا اختي شي موس باش نقطع العجين نوريكم انا الطريقة باش كنخدم باش كن
المهم غنكمل معكم هذه باش تشوفوها مزيان. دابا غادي نشوف الماكينة هنايا نديها مراقب شحال على شكل شنو ما عرفتش نسيا بغيت ندير على واحد رقيقة كاع ايوا راه تما غير شوف صافي غنخدم بسم الله سكت تزيدي كدوري من هاد الزيت طرقة انا كنخدم بهاد القطاعه باش كتجيني خدمه سهله صافي دابا كنمشي بلايص كنعادلهم بالجراره كحسي شويه انا ديال القدام باش المهم هاد القطاعه راه كتعطينا نفس القياس نفس العبار نفس كيبقاش الواحد هذا كبيره هذا صغيره هذه في هاد الزوائد كنجمعهم ونديرهم في الميكا باش نلقاوهم مرطبين ماشي نخليوهم حدانا حتى يبدو باش مداش لينا العجينة تيكونو البلايص لي ما باينينش نعاودوهم المهم انا كنصاوب معكم شويه باش تعرفوا الطريقه كحزي الكاميرا باش تبيني اليوم ها نتوما 1 2 3 4 5 عندها 5 ديال الفراغ غادي نديرو جوج على جوج غتبقى لينا هذه هذه غادي ندير لها هكا غنزديها على هاد الاولى كاع وغادي نجمع هذا الراس نجمع هذا الراس هكا ها هي شبكة مشابكة وانتم شفتو صافا نحطو معاكم هنايا في اللاطة هاني وحدة مش باقا عاقلة ما نعرف اختي راه ما كتعرف حتى حاجة انا اللي غادي نوريها جات عندي العام الفايت كتعاون معايا في التشباك صافي كنقول لها غير حيدي حيدي من حدايا وكيبقى فيها مسكينة الحال وما كنبغيش نقلقها المهم ها نتوما وتاش كيبان لكم معكم نفس الطريقه ها اختي قالت بغاتها كبيره ها نتوما وريني انا ديال ولكن الكنين ديالي كنديرها لهم صغيره وريني باش انا هانس غادي ديري جوج على جوج هادي غادي ترديها لهاد الاولى وتزدي لها هاد الراس مع الراس قلبها على يدك هكا بس هكا ها صافي وغادي ندير لها هكا وغنحطها على طاولة العمل ديالي وغندير لها هكا هاد القرطة هي اللي كتخلي لينا الشباكية كتبقى مجموعة ما كتحلش لينا في القلي هكا كتجينا ها نتوما اختي راه قالتك بغاتها كبيرة قالتك باش اللي داق وحدة يجمع راسها مازال غادي نزيد عاود درت دابا هاد الكيلو غادي نزيد عاود ان شاء الله ان شاء الله غير البدايه وصافي غير باش يذوقوا المهم غادي نحط حتى النمره ديالي اللي بغاها مرحبا اللي بغا نصاوبها له مرحبا انا غادي نحط النمره كل اللي بغات تحطي الشباكيه مرحبا
المهم غنديروا على حساب العرض ديال القطعه ديالنا باش تجينا العجينه نيشان. اللي حدته هاد المهم انا كنصاوبهم كاملهم عاد كندوز للماكينه. اوبي باري غادي نخلي الكوزينه الكوزينه غادي ديال مهبه هذا عاد نسوم. المهم غير سمحوا لينا على الصوت، راه كاينين معنا الناس هنايا داكشي علاش ما نقدروش نتحكموا في ومعنا الدراري الصغار جينا نقولوا شي واحد سكت راه ما يمكنش. المهم هذيك معليش غادي نزديها هكايا القطعه وغادي نجبد العجينه ديالي كلها نصاوبها. تهرح صراحة تقريبا إن شاء الله ما غنضيعوها. هي الصراحة الشباكية صعيبة شوية، فيها الخدمة فيها تمارة. أنا الصراحة ما نخدمهاش صعيبة بزاف. شو بلاستيكة خصني دائما العجينة ديالي نغطيها باش ما تسيبش ليا. نشكلها على حساب القطعة اللي عندي رجلي ليش صراحة شوية هاد المدلك غادي يعذبني وانا اللي غادي نصاوب معاه. انا عندي مدلك باش كنخدم ما عندوش هادو كنخدم كنخدم عادي. ايوا يسلك يسلك معليش اي حاجة كتقدر بها. انا غادي نخدم معكم دابا صراحه الماكينه ديروها على دابا كل واحد النمره ديالو. كاين اللي كيخدم بواحد هي الرقيقه كاع، كاين اللي كيخدم بواحد هي الغليظه كاع واسعه.
المهم كل واحد ماكينه ديالو. انا غادي نديرها على رقيقه جاع. نبقى كنشبك نشبك حتى ما نحش بالوقت فين وصل. نبقى جالسه عند اختي مثلا 10 دقائق. ما كي اختي غتبتي الزيت اختي راه في الدراج ديال في البيت. كوني جبتيه معاك باش يجي. المهم انا غادي نقطع معاكم هذا. ها انتم البنات صراحة سهلوا علينا الخدمة ملي خرجوا لينا هذه ديال الشباكية. اسهل حاجة شحال هذا كانوا كيخدموها بالجرارة ويجيبوها مقادة ويجيبوها. المهم كيف ما قلت لكم غادي نحيدو هاد الزائد بلايص لي مقطوعينش مزيان غادي نقطعوهم. غنجمعهم هكا باش كنبدا الخدمة ديالي. هانتوما هادي معليش هانتي انا ديال شوفي غندير غندير وحدة فوق وحدة هكا هيكي ونق ون شوفي زيدي هادي غادي ترديها لهنا من التحت غترديها على هادي من التحت هادي هكا لا رديها لهنا زيدي طويها لهنا هانت بس وندور ونشدها ندير هاد الجناب وندير ليها هكا كيما قلت لكم لي ما مقطعاش مزيان غادي نعاودو لها تقطع. هانتوما هانتوما هي غادي ندير اللي حطيها لي غادي نجمع هاد الجناب ديالي هاكا. المهم انا غادي نخلي الختي تخدم غادي نقطع لنا هذاك الشيء الاخر باش هكا نسالي شويه شويه. ندير هادو جوج على جوج جوج على جوج هكا نجيب هذا
نديرو على هادي، نحليها شوية باش تجي شوية محلولة. نسد هادو، المهم هانتوما معايا غادي نقطعها تاني تشكيلة ديالي. غادي نجمع عاود العجينة الزايدة ديالي، ولينا راه غير جراره وحده اللي كاينه نوبو عليها، مره تحيدها ليا مره نحيدها ليها. اختي انت اللي جايه بلا جراره، راه كنتي كتجيبي جراره. قلت لك راه نجيب معايا الماتيريال ونجيب هذه اختي راه ديالي. جراره وحده الا كانت في الدار راه عاديه ما عندي والو. ماشي اختي الله. مهم هانتوما غادي نعاود معاكم. صراحة هاد الوصفة ديال الشباكية كانت عطاتها ليا واحد لوستي الله يدير عظمها في الجنة، هي مسكينة باش عطاتني الوصفة وخدمت بها لداري، من تما كتجيني الشباكيه زوينه اللي بغاها كنصاوبها له. بصراحه عطاتني الوصفه وجاتني هي هذيك صافي، بديت حافظه هذيك الوصفه، هي علاش كنخدم هي علاش كنمشي. الله يلاه حبيبي حبيبي مزيانه مزيانه حاجه اللي تعلمها الواحد راه اختي تاع الشباكيه انا كتجيني صعيبه شويه. ما انا داكشي الصراحه العجينه انا وياها ماشي تاع العجائن المعسلات سبحان الله كيصدقوا ليا. اختي فين غنزيد انا الشباكيه؟ انا كنقش عندي الكروشي الشنطه كنصايب الحلاوي. اختي بارك علينا كندير الباطي يزيد عطا الله كثير 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 الحمد لله على كل حال. المهم انا غادي نطلق العجينه ديالي وغادي نخلي اختي تكمل.
فداك كنت بدات تلصق لكم العجينه بحال هكا على الطبلات بداو ديروا الطحين راه غادي يقصحها لكم ديروا حتى حاجه غير حاولوا عليها هكا باش كتجي الشباكيه معلقه مهم البنات انا رجعت معكم درت الزيت سخن باش غادي نبدا القلي ان شاء الله درت اطرو ديال الزيت اللي درت قياس اطرو درت هنايا العسل ها هي غادي نسيو الزيت نشوف واش سخنات هيا سخنات خلاص الزيت غادي ديرو على حساب باش تجيكم الشباكيه شويه غارقه في الزيت ماشي ديروها وتبقى الزيت حيت ملي كطيب الشباكيه كطيب على جهه واحده وكتعطي لون واحد واش فهمتوا شنو قلت لكم نتوما كت واحد هي كطيب وانتم كتقلبوا صراحة خصها هي تبات باش كتكون ناشفة حيت أنا زبانة دابا غتمشي بحالي داكشي باش كنقليها لها كنوريلها باش تسير شي لو بغات دير شي حاجة راسها ديرها المهم هي كتقلى زيت شويه في البوطه حيت عندي هاد المقله رقيقه ما بغيتش نجهد عليها البوطه باش ما تحرق ليهاش حيت الشباكيه كتبغي طيب طيب نيت من الداخل ماشي غير تكون صفراء من الفوق والعجينه من الداخل المهم البنات هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا يعطيك الصحة راه باقا سخونة هانتوما معلكة معلكة تفتية المهم البنات تابوناو معنا في هاد القناة وشكرا لكم واحد جيم واحد بارطاجيو مع صحاباتكم مع خواتاتكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا وشاركوا معنا هذه القناه باش ان شاء الله تكبر وشكرا لكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبسلامه عليكم وديروا ابوني غادي نحط لكم النمره ديالها اللي بغات تصايب الشباكيه مرحبا بها في خنيفره ولا اي مدينه مرحبا بكم اختي يلا تهلاو في راسكم ونلتقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله